تجلى وابتسم وبه العبد إذا ارتنما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أرض حوران ومن أرض إبطع الحبيبة إبطع الخير، نحييكم جميعا ونقول كل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم شهر الصيام والقيام. ولأول مرة على أرض بلدة إبطع نقدم لكم مسابقة بسمة إبطع الخير التي نستهدف فيها أطفالنا هم فلذات أكبادنا، لإدخال الفرح والسرور على قلوبهم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومن ساهم بهذا العمل ومن ساهم بإنجاح هذا العمل كل خير، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم، ولله الحمد والمنة. ارتنما الله مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رضان تجلى وابتسما طوبى للعبد. اسمك حبيبي؟ احمد. احمد شو؟ احمد الهنداوي. احمد الهنداوي، احنا شو هسا عم نصوم شهر شو؟ شهر رمضان. شهر؟ اي رمضان. اي كم يوم شهر رمضان؟ 30. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل حبيبي. شو اسمك حبيبتي؟ مريم نعيم قطيفان. مريم نعيم قطيفان، ما شاء الله، حافظة سورة الفاتحة؟ اي يلا بلش. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت علينا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الرحمن. شو اسمك حبيبتي؟ جانين. جانين، ما شاء الله. جانين شو؟ صخر القطيفان. تمام حبيبتي، حافظة سورة الإخلاص؟ سمعي لي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الانسات، شو اسمك انت حبيبتي؟ جون نعيم الطيفان. شو اسمك؟ جون نعيم الطيفان. ما شاء الله. وانت حبيبتي؟ انا فرح. براء. فرح. اي. وانت؟ رؤرؤ. لحبيبتي مريم هاي هديه شهر رمضان المبارك من محل سمد ديري للإكسسوارات والشيخ مسكين. حبيبتي قول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. حبيبتي جانين الله يسعدها. هاي كمان ظرف مقدم من الصيدلاني وسيم الجاحد، صيدلية ميديسينا. شو بتقولي للكاميرا؟ كل عام وأنتم بخير. قولي كل عام وأنتم بخير. الله يحفظك حبيبتي، الله يحفظك. يا ما زلنا معكم في مسابقة بسمة إبطع الخير لإدخال السرور والفرحة على أطفال البلدة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج هم الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. شلونكم يا شباب؟ شو اسمك حبيبي؟ محمد. محمد شو؟ شادق طيفان. محمد شادق طيفان، ما شاء الله. محمد شو الشهر اللي منصومه هسا؟ رمضان الكريم. رمضان الكريم، ما شاء الله، الله يعيده على أمة محمد أجمعين في كل عام. حبيبي أنت شو اسمك؟ أمورة. اسلام؟ اسلام شو؟ اسلام شادي طيفان. اسلام شادي، يعني اختك سلومه، الله يسعدها حبيبتي. حبيبتي اسلام، شو اسم نبينا وقائدنا وحبيبنا وقدوتنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. في جائزه خفيفه الى كل اختك اسلام. ماشي حبيبتي؟ هاي سلومه، تاخذي مننا الجائزه ولا لا؟ هاي شو بتقولي للشباب بالكاميرا وللمشاهدين؟ كلهم كل عام؟ كل عام وانتم بخير. الله يسعدك يا حبيبتي. اسلام معطينا، الله يكرمك، هدية للأطفال للصبية الحلوة. اسلام تفضل يا حبيبتي. وهاي لحبيبنا أبو شادي، أنت أبو شادي؟ الله يحفظك حبيبي. شو بتقول لأخوتك بأهل إبطع بكل مكان؟ كل عام وانتم بخير. الله يسعدك حبيبي، الله يحفظكم يا حبيبي. يلا. خالتي بمناسبة شهر رمضان شو بتحبي تقولي لأهل إبطع اللي هم أهل بلدك؟
الله ان شاء الله بنعاد عليهم بالصحه وبالسلامه وباليمن وبالبركه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. الله يجزاهم الخير ويقويهم ويعافيهم ويكثر من امثالهم. الله يسلمك ويقويك، وانتن الكبيرات تاج روسنا خالد.